بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية الحديث أحب أن أشكر الجميع نيابة عن والدي العزيز لوقوفكم وتضامنكم معه في هذا اليوم. أنا ابن المعتق العباس حسن مال الله المحكوم ظلما وجورا ل15 عاما و6 أشهر في قضية الدهس المفبركة والمعروفة لدى الجميع والتي وقعت أحداثها مع بداية الأشهر الأولى من الثورة المباركة في تاريخ 17 مايو سنة 2011. لقد تعرض والدي للكثير من التعذيب والمعاناة. بدايتها كانت في مستشفى العسكري حتى أصبح حاله الآن في سجن جو المركزي، مع العلم أننا لن نعلم بوجوده إلا بعد مرور شهرين. لم نعلم إن كان على قيد الحياة أم لا، لم نستطيع الذهاب لأي مكان للسؤال عنه لدى الجهات المختصة، وذلك بسبب ما يعرف بفترة السلامة الوطنية. كلماتي بسيطة لا أستطيع أن أعبر من خلالها معاناة والدي العزيز. فقط أشكر الله سبحانه على كل حال، فما زال صابرا وصامدا. فكل هذه التضحيات من أجل وطننا الغالي، من أجل كرامتنا وعزتنا، فلا بد للقيد أن ينكسر والنصر قادم بإذن الله الواحد الأحد. شكرا لكم. شكرا لكم.